السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هنشرح النهاردة يونت 2 لتالت ثانوي. شرحنا يونت 1، هسيب لك تحت في الديسكريبشن اللينك بتاعه. شرحنا اليونت 1 كامل، حلينا عملنا عليه تريكات، فيديوهات تريكات كانت مهمة جدا، اللي كان فيها أفكار عالية قوي، والحمد لله خلصنا يونت 1. مستنين بس الكتب تنزل وإن شاء الله هنحل على يونت 1، ومش هنسيب أي يونت إلا ما نحل عليه. لو انت اول مره تتابعني او تشوفني، احنا فيديوهاتنا بتنزل يوم الاثنين والخميس ويوم الجمعه الساعه 8. طيب الساعه 8 مساء. طيب يوم الاثنين والخميس ديت فيديوهات خاصه بشرح منهجك والحل والتريكات والمراجعات، كل خاص بايه بمنهجك يعني. بالنسبه ليوم الجمعه ده فيديو بيكون خاص بالتاسيس، مراعاه للناس اللي ما تاسستش قبل كده. طيب دلوقتي انت هينزلك الفيديو النهارده ده اللي هو بتاع المقارنه والتفضيل. ان شاء الله يوم الخميس هينزل لك الفيديو بتاع الماضي التام والماضي التام المستمر. يبقى خلصنا ايه يونت 2 في الاسبوع كله، شرحه في الاسبوع. بعد كده هينزل لك الايه فيديوهات التركيب بتاعتنا والمراجعات بقى والايه، وان شاء الله لو الكتب نزلت فهنحل منها ان شاء الله. الاول انا هشرح الدرس اللي هو المقارنة والتفضيل النهاردة. عايزك بس قبل ما ادخل في الدرس هوريك معلومة صغيرة انا قلتها في فيديو الجمعة اللي فات بتاع كورس الترجمة. نراجع بس نشوف لك المعلومة دي انا قلتها ازاي ولا راجعناها ازاي، عشان هتعتمد على درس النهاردة. طيب بسم الله. هي المعلومة دي كانت عبارة عن الصفة، كانت كلامها عن الصفة. انا قلت لك ان الصفة مكانها فين. الصفة قلت لك ان الصفة هي لازم تيجي صفة كده وبعديها اسم، صح؟ يعني ان انا وصفت مين، الاسم ده بصفة. طيب زي لما اقول ايه، a good boy، ادي good دي الصفة وboy ده الاسم، تمام مفيش مشاكل. طيب لما كمان مكان الصفة، ركز في دي بقى، ان يجي اسم كده وبعد كده تيجي الصفة، ودي غريبة شوية. احنا يعني متعودين ان الصفة بتيجي قبل الايه، قبل الموصوف زي دي كده. طب العكس دي بقى، العكس دي ليها شروط. ايه هي الشروط ديت؟ شروطها ان الاسم ده لازم يكون حاجة معينة. يعني ايه حاجة معينة؟ قال لي تلاقي كلمة فيها one، او الكلمة فيها body، او الكلمة فيها thing، او الكلمة فيها where. لقيت الكلمة بتاعتي فيها الحاجة ديت، يبقى أعرف إن هو خاص بالاسم ده اللي المفروض يجي بعديه إيه، اللي يجي بعديه صفة، تمام. لكن غير دي خالص، ديت صفة وبعديها اسم، لكن ديت الاسم ولازم الاسم حاجة من دول وبعد كده بجيب الإيه الصفة. طب إيه هي الحاجة اللي هتيجي هنا أصلا؟ قال لي الحاجة اللي هتيجي هنا يا إما تكون any أو تكون no أو some أو every. يبقى أي حاجة من دول تيجي في الاماكن ديت، يجي بعديها اي حاجه من ديت، يبقى انا عرفت ان ده الاسم اللي المفروض هيجي بعديه صفه. زي لما اقول لك someone important، مثلا شخص ما مهم. كله بيستغرب، بيقول لك كله هنا يقول لك ايه important someone، بحيث ان يجي صفه بعدين ايه يجي اسم. لا، مع الاسماء ديت لازم الصفة تكون بعدها، يعني بس someone important. طيب بعد كده في معلومة كمان، ان ممكن كمان الصفة تيجي لوحدها، يعني ما يجيش ولا قبلها اسم ولا بعدها اسم، دي لازم بقى يعني هي بتيجي لوحدها كده. زي ايه؟ زي الصفة اللي هي alive، تمام. زي ما اقول لك افرد، في الغالب بتكون بدأ بحرف الايه اصلا كلها، افرد بالدي. زي ما بقول لك مثلا اسليب، نائم. فالصفات ديت ما بيجيش بعديها اسم عشان اوصفها او عشان اوصف الاسم بيها، تمام. يبقى صفه واسم ده مكان الصفه، او ان الصفه تيجي بعد الاسم، او ان الصفه تيجي لوحدها. كمان يجي فعل وبعد كده يجي صفه، بس برضو مش اي فعل. الفعل ده برضو ليه شروطه. ايه هي شروط الفعل ده؟ قال لي ان هو يكون فعل من verb to be، اللي هو am او is او are او was او were،
أو يكون فعل من أفعال الحواس زي ما قلنا في فيديو الجمعة اللي فات، وهسيب لك اللينك تحت لو ما اتفرجتش عليه. تمام. طيب زي لما أقول إيه هي أفعال الحواس أول، إحنا عرفنا إن دول اللي هم أم وإز وآر وز وير. طيب أفعال الحواس إيه هي؟ اللي هي زي فيل، زي سميل، زي ساوند. تمام. الأفعال ديت في منها كتير طبعا. أفعال الحواس ديت لازم إيه بيجي بعديها الصفة، ده فعل وبيجي بعديه صفة. طيب دلوقتي أنا عرفت الصفة بتيجي فين. تمام. تعالى بقى الدرس بتاعنا بتاع النهاردة بيدرس الصفة نفسها بقى، الصفة ديت ودرجات الصفة عاملة إزاي. خد لي بقى بالك من حاجة أو من محتوى حصتنا النهاردة هيبقى عامل إزاي. أنت كده عرفت إن محتوى حصتنا هيكون عن الصفة، هيكون عن الإيه؟ عن الصفة. دلوقتي أنا لما أقول طويل بصف صح؟ قال لي في حصتنا النهاردة هعرف إزاي أقول كلمة طويل، وإزاي أقول أطول من، وإزاي أقول الأطول، إزاي أقول غالي، ازاي اقول اغلى من، ازاي اقول الاغلى. تمام. قال لي ده اول جزء من حصتنا، تاني جزء، تالت جزء، ودي اسمها درجات الصفر. طيب ديت الاولانيه ديت بنسميها مماثله او بنسميها تساوي، الصفه اللي بتيجي عريانه دي. طيب التانية بنسميها اللي هي صيغة المقارنة، اللي هي بالإنجليزي comparative، ودي بنسميها صيغة التفضيل اللي بالإنجليزي superlative. تمام. يبقى ده محتوى حصتنا النهارده. بسم الله. يونت 2. يونت 2 قلت لك اول حاجه هدرسها هي ايه؟ المماثله والتساوي. رقم واحد المماثله والتساوي. المماثلة والتساوي تركز لي فيها قوي علشان مهمة. طيب انا هقسمها لحاجتين، المماثلة والتساوي. ايه الحاجتين دول؟ قال لي المماثلة والتساوي قسمتها لإثبات وللنفي، يعني اتكلم عن اثباتها واتكلم عن النفي بتاعها عامل ازاي. بص المماثلة والتساوي علشان اقول ان انا طويل زي كذا او عربيتي غالية زي عربية كذا اقولها ازاي. بص قال لي بقول as وبعد كده بحط صفة وبعد كده بحط as تاني، بس كده. بس كده. يعني لو عايز اقول زي طويل زي هقول as وصفة اللي هي طويل اللي هي طول، يبقى as tall as. بس صعبة كده؟ أكيد سهلة. طيب ركز معي، يبقى as tall as، as صفة as. كمان خد بالك إن هنا بيكون في verb فعل، هنا بيكون في فعل. طيب هل هي القاعدة دي بس اللي بتعبر لي عن المماثلة والتساوي؟ أكيد لأ، في قاعدة كمان بتسويها اسمها the same، وبيجي بعد the same اسم وبعديها بيجي as. خد بالك the same اسم as، the same اسم as. او ان يجي لك the same وبعد كده يجي اسم بس، يبقى the same اسم as او the same اسم بس. تمام. عرفت ديت؟ عرفناها. خد بالك برضو ان هنا لازم يكون في فعل. طيب هنروح ناخد امثلة ونشوف الوضع ماشي ازاي.
بسم الله. علي is as tall as أحمد. علي في زي طول أحمد أو في طول أحمد. اللي حصل يا حبيبي، قال لي أدي آز أهي، وأدى طول الصفة، وأدى آز التانية. تمام تمام يا مستر. طيب تعالى نستخدم تاني واحدة، دي هقولها إزاي. أهو علي is the same، وبعد كده بجيب الاسم اللي هو مين. الاسم ده حبيبي مش أحمد، الاسم مش أحمد، الاسم ده هو عايز الاسم من الايه، من الطول، من الصفة اللي عندي. فالاسم من طول هاي هايت. تمام. طيب بعد كده، بعد الاسم ننزل as، وبعد كده انزل احمد بتاعتي اللي معايا. تاني يا مستر تاني. دلوقتي انا نزلت علي as the same اهي، انا عايز بعدها الاسم. الاسم ده بجيبه من الصفة اللي عندي اللي هي طول هايت as، وبعد كده بنزل مكمل جملتي عادي. طيب تعال ناخد مثال على التانية. دلوقتي هو مش عايز as اللي في الاخر دي، هو شالها هنا. معنى ان يشيل ديت يعني مش عايز احمد في الاخر، مش عايز يحط بعديه احمد. فهجيب احمد انا في الاول، علي and احمد are the same، احمد وعلي في نفس الايه، في نفس الطول height. تمام. طيب هي بتيجي، معلش يعني بتيجي ازاي، احنا هنلخبط نفسنا ليه. هي بتيجي ازاي اصلا في الامتحان؟ كل اللي بيعمله لك ان بيجيب لك دي كده، بيجيب لك احمد از علي از، وبيجيب لك احمد كده، ويجيب لك مكان دي نقط، فانت بتبقى عارف انك هتاخد از طول از. طيب يجي لك مثلا علي از نقط طول از احمد، فانت بتبقى عارف ان انا اصلا مين از، فبتحط مين، بتحط از. طيب في واحد بقى بيقول لي، او انا عايز اقول لك ملحوظة مهمة خد بالك منها. بص كده، لو قلت لك احمد او علي and احمد، علي ومين واحمد are of the same height، ما تستغربش لما تلاقي الجملة كده عادي، ايه المشكلة يعني، زود اوف يعني عادي، ايه المشكلة. حط اوف ديت مع the same عادي يا سيدي، بيجي بعديها ايه، بيجي بعديها اسم بقى. تمام. يبقى ما فيهاش اي مشاكل ولا صعوبة ان انا الاقي دي، ما اتفاجعش اقول لك مثلا الاقي اوف دي في النص، طب انا ما خدتهاش، ده هي خدت the same بس. لا يا حبيبي عادي ممكن اوف دي. تمام. يبقى ديت الاثبات بتاع as صفة as. لو انا عايز انفيها، طب احنا معروفة احنا عندي الفعل اهو، الفعل اهو، بحط فيه ايه، حط فيه not، يعني بدل ما هي am فبتبقى am not، تبقى is فبتبقى isn't، طب are بتبقى aren't. طيب بتيجي فعل ونحط فيه not صح، بننزل as اهي as، وبعد كده احط مين، الصفة اللي عندي، وبعد كده احط as. خلي بالك بقى في قاعدة المماثلة والتساوي في النفي، ممكن كمان استخدم مكان as so، بس so ديت في النفي بس، يعني مينفعش اقول so هنا في الاثبات. خد بالك بقى معايا، يبقى ما ينفعش استخدمها فين، في الاثبات، يبقى so في النفي بس. تعالى ناخد الجملة ديت وننفيها هنا، علي is، فبقول علي is اللي هو مين، الفعل، وبحط له not، وبكمل جملتي عادي، بنزل as او so الاتنين عادي، وبعد كده بقول tall as احمد. تمام تمام مفيش مشاكل. مش انا قلت لك ان احنا قسمنا الشرح لتلات اجزاء، اللي هي كانت طويل واطول من والاطول صح؟ دي كانت اللي معناها طويل، اللي عرفنا ازاي نحط كلمة طويل اللي هي الصفة المماثلة والتساوي في القاعدة الخاصة بها. دلوقتي انا عايز اللي هي تاني حاجة، تاني حاجة بالنسبة لي صيغة المقارنة، اللي هي كانت تاني واحدة اللي هي بتاعت ايه، اطول من.
وبرضو هقسمها لحاجتين، هقسمها لحاجتين. اولا هو بما اني بتكلم على صفة، فخد بالك وانت بتعمل مقارنة. يعني ايه؟ لان المقارنة في الصفات زي ما قلت لك ان ليها درجات حلوة، تمام. بس انا عندي الصفات عموما في صفات قصيرة وفي صفة طويلة. تعال نشوف بس ازاي. يبقى انا هقسم صيغة المقارنة لان في صفة قصيرة وفي صفة طويلة، تمام. في صفة قصيرة وفي صفة طويلة. ايه هي الصفة القصيرة وايه هي الصفة الطويلة؟ بص كده في النطق لما بقول كلمة طول، طول هو مقطع واحد بس طلع مني. لما بقول شورت، شورت مقطع واحد بس طلع مني. لما اقول اولد، اولد مقطع واحد بس اللي طلع. طب لما اقول صفة طويلة، بص اكس بن سيف، اكس بن سيف كذا، ايه كذا مقطع، فبالتالي دي اسمها صفة طويلة. لما اقول مثلا دان جراس اللي هي خطير، برضو كذا مقطع، فبالتالي هي صفة طويلة. الصفة صيغة المقارنة للصفة اكس قصيرة عشان اقول اطول من، فدي ليها قاعدة. ولما اقول اغلى من، فدي ليها قاعدة تانية عشان اختلاف الصفة الطويلة والصفة القصيرة. بالنسبة للصفة القصيرة، قاعدتها ان انا احط الصفة اللي هي واحدة من دول، وبحط ER، وبعد كده بنزل او بقول than. يبقى دي القاعدة بتاعت صيغة المقارنة للصفة القصيرة، اني بقول الصفة ER than، صفة ER than. طيب يعني انا عندي الصفة طول، فاقول طول واحط لها ER يبقى taller than، short يبقى shorter than، old يبقى older than. طيب تعال نشوف مثال كده هنعملها ازاي. علي is taller than أحمد، علي أطول من أحمد، علي أطول من أحمد. إيه اللي عندي دلوقتي؟ مش دي طول اللي هي الصفة، حطيت لها ER وبعد كده than، تمام. طب ليه حطيت لها ER؟ عشان دي صفة قصيرة. يعني إيه صفة قصيرة؟ يعني مقطع واحد بس اللي أنا قلته. طيب لما تكون الصفة طويلة، صفة طويلة بستخدم لها حاجة اسمها مور، ومور معناها أكثر، أو less اللي معناها أقل، وبعد كده بجيب الصفة اللي هي المفروض طويلة وبعد كده بنزل than. يبقى دي القاعدة بتاعت الصفة الطويلة. أقول more expensive than، more dangerous than، تمام، او less expensive than، تمام، عادي مفيش اي مشاكل. تعال ناخد مثال. يقول لي my car، عربيتي is more expensive، اغلى من عربيتك. yours، عربيتي اغلى من عربيتك. يبقى انا استخدمت هنا more اللي هي القاعدة ديت علشان الصفة ديت صفة طويلة، يعني اكتر من مقطع. يبقى قلنا ايه المفروض هنا than الاول، يبقى هيت my car is more expensive than yours، عربيتي اكثر غلوا من عربيتك او اغلى من عربيتك، تمام. يبقى انا عرفت صيغة المقارنة. هو الاول بس عشان ما نكونش بس لخبطنا نفسنا، هو صيغة المقارنة دي مقارنة ايه اصلا؟ هي مقارنة من بين شخصين او من بين شيئين، يعني من بين حاجتين. مقارنة من بين شخصين او من بين شيئين، تمام، شخصين او شيئين، تمام. يبقى دي صيغة المقارنة، فيها صفات قصيرة وصفات طويلة. الصفة القصيرة بنحط لها ER than، والصفة الطويلة بنحط more قبلها او less، اكثر او اقل على حسب المعنى، وبعد كده بحط than. طيب ركز معايا في الملحوظات اللي انا هقولها لك دلوقتي دي. دلوقتي انا بقول اطول من، وبقول
أغلى من، لو عايز أقول أكثر طولا من أو أكثر غلوا من، أزود أقوي اسمها إيه؟ أهي رقم واحد تقوية الصفات، يعني الصفة اللي موجودة جوه ديت أنا عايز أقويها، اللي هي دي أو طول الصفة اللي موجودة عايز أقوي، يعني بدل ما أقول أطول من عايز أقول أكثر طولا من، أو اللي هي أغلى من عايز أقول أكثر غلوا من. تمام، أقويها إزاي؟ قال لي كل اللي أنت هتعمله هتروح تحط قبليهم، قبل القاعدة دي وقبل القاعدة دي، يتحط a little أو تحط a bit أو a lot أو تحط لي much أو تحط لي far أو تحط لي slightly. أي حاجة من دول، أي حاجة من دول حطيتهم لي قبل القاعدة دي أو القاعدة ديت، يبقى أنت اللي عملته إنك قويت الصفات، قويت الصفة اللي جوه القاعدة. وخد بالك أنا ما بحطهاش قبل الصفة، أنا بحطها قبل القاعدة كلها. يعني لو أنا عايز أقوي ديت فهقولها إزاي؟ أقول كده علي إز، واستخدم أي واحدة من دول. لو نفرض ماتش مثلا، taller than أحمد، اللي عملته قال لي القاعدة الأساسية عندي فين؟ أهي القاعدة الأساسية اللي هي صفة اي ار ذان، وحطيت ماتش قبليها عشان تقوي الصفة اللي عندي. تعالى نقوي المثال ده مثلا، فبقول ماي كار، عربيتي أو سيارتي از ماتش ماتش، منزل مور المثال ده اللي موجود قدامي، expensive than yours. ايه اللي حصل هنا؟ قال لي مش ديت القاعدة بتاعت المستر اللي هي مور صفة than، هي دي مش مور صفة than. ايوه، امال دي ايه بقى؟ قال لي ديت وظيفتها ان هي بتقوي الصفة اللي عند. تاني ملحوظة لصفات المقارنة، بيقول لي ان صفات المقارنة ديت بتصف وصف تغير بيطرأ على شيء، وصف تغير طرأ على شيء أو يطرأ على شيء. يعني ايه يطرأ؟ بص كده معايا في المثال، لو أنا فرضت مثلا السنة اللي فاتت قابلت واحد صاحبي، فهو طويل، هو طويل، فأنا بقول أنا كنت السنة اللي فاتت بقول ايه؟ أنت طويل يا ابني، والله أنت طويل يا ابني. فأنا جيت السنة دي، ايه ده؟ أنت بقيت أطول يا ابني. تفهمين قصدي؟ فانت هو السنه اللي فاتت انا كنت بقول انت طويل، السنه دي بقول ايه؟ انت بقيت اطول، انت بقيت اطول. فده تغير، او هي بتصف تغير طرأ على شيء، ترى ان هو كان طويل بس بقى ايه؟ بقى اطول. طب اقولها ازاي بالانجليزي؟ اهو بقول مثلا عليه هو، يبقى هي از جيتنج اطول، صح؟ هو طويل يعني ايه؟ طويل يعني طول. واللي بيصف التغير ده هو مين؟ صفة المقارنة، يبقى احط لها اي ار. طب ما حطيتلهاش دي ليه؟ لان الصفة دي عندي مقطع واحد، لان هي صفة قصيرة. الملحوظة دي بقى ركز لي فيها شوية، رقم 3، ركز معايا في المثال اللي هكتبه ده. احمد is the younger of the two brothers. احمد ماله؟ اصغر من اخواته الاثنين، احمد اصغر من اخواته الاثنين. هو غريبة شوية، يعني هو صفة اي ار وما جابش ذان، فدي غريبة انه ما يحطش ذان. بص، هو ممكن انت استخدام صفة المقارنة تستخدمها لما يجي بعديها of، يعني مع وجود of ممكن نستخدم صفة المقارنة عادي، بس برضو تاخد بالك من to، من ذا الاتنين دول، من الاتنين ذا دول، وان صفة المقارنة بعديها of.
فدي عادي ممكن تجيلك. ولو ترجمنا مثلا احمد بيكون اصغر من اخواته الاتنين، فهي برضو مقارنة، او مقارنة شخصين، فبالتالي استخدمنا صفات المقارنة. بيجي بعد صفة المقارنة بتاعتي اللي فيها اي ار بيجي ذا، بيجي اوف. وخلي بالك من ذا اللي قبليها والذا اللي بعد اوف، بأكد الذا اللي قبليها والذا اللي بعد اوف. تمام كده بقى خلصنا صفة المقارنة او صيغة المقارنة. يبقى صيغة المقارنة كانت عبارة عن حاجتين، ان صفة قصيرة وان هي صفة طويلة. الصفة القصيرة قلت لك الصفة بحط لها اي ار ذان، والصفة الطويلة مور او ليس صفة وبعد كده بحط ذان. خدت 3 ملحوظات مهمين، قال لي ازاي اقوي الصفة، بحط اي حاجة من ديت قبل القاعدتين او اي قبل اي قاعدة من دول، وكمان بتستخدم مع وصف تغير طرأ على شيء، فبنستخدمها برضو مع صيغة المقارنة. ولما الاقي اوف ومع وجود الذال الاتنين دول بستخدم صفة المقارنة عادي. طيب تعال ركز معايا بقى في اللي جاي، اللي هي رقم 3، صيغة التفضيل. صيغة الايه؟ صيغة الايه؟ التفضيل. صيغة التفضيل برضو مش هحرمها من حاجة، لا انا اروح اقسمها برضو لحاجتين. ليه قسمتها للحاجتين دول اللي انت بتقول عليهم؟ علشان انا عندي صفة قصيرة وفي برضو صفة طويلة. عندي صفة قصيرة وصفة ايه؟ وصفة طويلة. طيب بالنسبة لصفة قصيرة عرفت ان معناها زي الطول اللي هي مقطع واحد، والطويلة كذا مقطع. طيب ايه بقى القاعدة بتاعت الايه الطويلة او القصيرة؟ قال لي بحط ذا وبعد كده بحط الصفة وبعد كده بحط في الصفة اي اس تي، ذا صفة اي اس تي. تعالى ناخد مثال، تعالى نشوف علي واللي مرمطناه النهاردة معانا. علي is the tallest boy، علي بيكون أطول ولد in our class. هو على فكرة علي دايما بيكون طويل، بس هو احنا مرمطينه بصراحة النهاردة. طيب دلوقتي انا القاعدة بتاعتي ذا صفة وحط لها est، دي القاعدة بتاعتي ذا صفة est. تعال نترجم، علي بيكون الولد الأطول في ايه؟ في يعني في فصلنا، اللي هو أطول واحد في فصلنا. علشان كده احنا بنستخدم صيغة المقارنة مع لما بقارن واحد بمين؟ بمجموعة. لما بقارن واحد بمجموعة أو أكثر يعني أكتر من اتنين، فبالتالي دي اسمها صيغة تفضيل، اللي هي بحط لها ذا صفة اي اس تي. طيب لو هي الصفة طويلة، لو هي صفة طويلة مور دي بنطلع بيها درجة فوق، بدل ما هي مور بتبقى the most. طيب less بنطلع برضو بيها درجة بتبقى the least. طيب دي كان معناها اكثر، يبقى دي معناها الاكثر. اللي هنا كان معناها less معناها اقل، يبقى دي معناها الاقل. وبيجي بعد كده الصفة الطويلة بتاعتي. تمام تعالى نشوف مثال، تعال نمسك في احمد شوية. احمد is the most intelligent boy in our city. احمد بيكون اذكى واحد فين؟ في مدينتنا. حاسسها كدبه شويه. احمد بيكون اذكى واحد في مدينتنا، طيب في المدينه بتاعتنا. واستخدمنا هنا the most وجيب بعديها الصفه اللي هي intelligent. طيب استخدمت الصفه دي ليه هي intelligent؟ مع علشان هي صفه طويله.
يبقى انا استخدمت the most وجبت بعديها الصفة ديت علشان الصفة ديت طويلة. وخد بالك من boy الاسم اللي جه بعديها، علشان قلت لك في الاول ان هي بتيجي صفة وبعد كده بيجي اسم. تمام، يبقى انا دلوقتي عرفت صيغة التفضيل عبارة عن صفة قصيرة وصفة طويلة. الصفة القصيرة the، صفة est، والصفة الطويلة the most او the least، وبعد كده بجيب الصفة الطويلة اللي عندي. كده خلصنا الدرس بتاعنا. اه يا سيدي والله خلصناه، بس انا ناقص لي شوية حاجات كده ايه ازوق بيها الدرس بقى، اللي هو عشان ايه يبقى طالع حلو كده في الاخر. انا عندي قاعدتين يعني هيفيدوك ومعلومتين حلوين ليك. ده بما انك شايف الموضوع ده اصلا احنا بنشرح الموضوع ببساطة خالص، يعني الموضوع سهل جدا. انت لسه بقى فيديوهات التريكات، فيديوهات التريكات ديت انا عايزك تبقى قاعد كده ايه نسكافيه بقى وبتاع لا تقعد تبقى رايق كده، اللي هو عشان فعلا الاسئله ديت تبقى جامده، خصوصا على الدرس ده هحط لك اسئله بجد يعني هتبقى تقيله قوي. تعال نشوف القاعدتين اللي احنا هنقفل بيهم الدرس ان شاء الله دلوقتي. القاعدتين دي بيقولوا ايه؟ farther we further. خد بالك الاتنين دول الاختلاف بس فيهم ان اللي فوق ديت a واللي تحت u. تمام، الاتنين معناهم ابعد او الى حد بعيد، الاتنين معناهم ابعد او الى حد بعيد. طيب خد بالك من حاجة، انا عندي further اللي فوق ديت اللي بال a بنستخدمها مع المسافات، نستخدمها مع المسافات، انما further ديت بالمثال هوريها لك، اي حاجة تانية غير المسافات بس بالمثال هوري لك اوضح يعني. طيب تعالى كده نشوفه المثال. كايرو is further than بنها. لو فرضنا قلنا ان القاهرة تكون ابعد من بنها مسافات، صح؟ بتكلم على مسافات، يبقى بتكلم على farther بالايه؟ بالايه؟ farther بالايه؟ طيب تعال كده، لو قلت لك he gave me، هو بيعطيني بس further details، بيعطيني تفاصيل ابعد. شوف انت لما بيكون مثلا المدرس بتاعك خلص الحصة مثلا فبقول لك ايه عندك اسئلة ابعد من كده، في اسئلة تانية ابعد من اللي انت قلته، في حاجة تانية اكتر يعني، فبالتالي هي further دي هو ده معناها، اللي هو مثلا he gave me further details اللي هو بيعطيني مسافة او تفاصيل ابعد، تفاصيل ابعد غير further اللي بنستخدمها في المسافات. تمام، تعال ركز في اللي جاية دي كمان علشان برضو حلوة برضو. طيب اللي جاية دي بتقول لك ايه؟ older we elder، older we elder. older خد بالك ان older ديت معناها اقدم، لان هي جاية من الصفة old اللي معناها قديم، او ممكن تكون old اللي معناها كبير اللي هو اكبر من، صح؟ اللي معناها اكبر من. وي elder معناها برضو اكبر. وخد بالك انا بتكلم هنا الكبر اللي بتكلم بيه بتكلم على السن، على السن، كبر اكبر مني يعني في سن، اكبر من سني يعني. طيب يبقى الكبر اللي بتكلم فيه على السن. خد بالك ان elder ديت، elder دي في كادر العيلة شوية يعني خاصة بالعائلة، لما أقول بقى إن جدي أكبر مش عارف من مين، ستي مش عارف أضخم أكبر مش عارف من مين، الحاجات دي بقى اللي في خاصة بالعيلة بقول إيه إلدر. خلي بالك اللي هي أولدر أو إلدر ممكن أشيل إي آر وإي إس تي هي نفس الاستخدام، أو هنا برضه أشيل الإي آر وأحط إي إس تي فهي برضه نفس الاستخدام، بس أنا بتكلم على دلوقتي أولدر وإلدر، وأنت بقى يعني إيه كلهم واحد يعني. طيب تعال ناخد مثال، لو قلت لك ان my
car. عربيتي is بتكون older than yours. عربيتي أقدم من عربيتك. عربيتي أقدم من عربيتك. استخدمت older than اللي معناها أقدم من. لو أنا قلت دلوقتي my friend صديقي is older than me صديقي أكبر مني. هنا أكبر معناها اللي هو خاصة بالسن اللي هي older مش معناها أقدم مني. صديقي أقدم مني إزاي؟ طيب تعالى مثلا نشوف آخر مثال يقول لي my grandpa جدي ماله قال لي is elder than my father. جدي أكبر من أبويا. جدي أكبر من أبويا. فاستخدمت أكبر هنا مش الأولى مش اللي هي older لكن استخدمت elder علشان دي خاصة بإيه بالعائلة. أدي elder استخدمت elder than عشان خاصة بالعائلة. طيب كده خلصنا شرح اللغة الحمد لله. أول جزء فيه هو لحد ما الفيديو أو الشرح ده مش كافي لأنك ما تحلش لأن الدرس ده بالذات عايز حل وحله سهل جدا. حله سهل خالص يعني حله أسهل من شرحه بكتير قوي. لو حليت هيستفاد كتير في إنك معلومة تثبت معاك بجد وزود حلك الأيام اللي جاية ديت. وإن شاء الله لما الكتب تنزل هنشوف كتاب معين أو هنشوف الكتب نظامها إيه الكتاب الكويس اللي هنشتغل منه وهنشوفه وهنحل منه إن شاء الله. بأكد لك إن موعدنا الاثنين والخميس والجمعة الساعة 8 مواعيد نزول الفيديوهات الاثنين والخميس والجمعة الساعة 8 إن شاء الله. النهاردة نزلت لك الفيديو ده يوم الخميس إن شاء الله هينزل لك الجزء الثاني في يونت 2 يبقى أنت خلصت اليونت كله في الأسبوع ده. هنبدأ الأسبوع اللي جاي نراجع عليه وندي فيديوهات التريكات ونظبط الايه اليونت ده زي ما ظبطنا اليونت اللي فات ان شاء الله. هسيب لك اللينك تحت بتاع اليونت اللي فات لو ما سمحتوش اسمعه وشوف كده دنيتك عامله ازاي. ويا ريت الفيديو اللي تسمعه ما تهملش الحل عليه. انا كده بنزل لك اختبار على كل فيديو زائد ان بحل معاك فيديوهات اللي هي الصعب بقى اسئله التريكات والحاجات اللي ايه الرخمه اللي هتقف معاك في الامتحان. والاسئله دي مهمه جدا علشان زي ما انت شايف ان امتحان اخر السنه اصلا بيكون اسئلته رخمه. كله بيشرح كل مدرس بيعمل اللي عليه بس الفكره في الاسئله اللي بتيجي هما بيرخموا على كله مش على الطالب بس. هي الاسئله فعلا بتبقى نازله رخمه على كله. طيب انت هتلتزم بالشرح وهتحل وتعمل اللي عليك زي ما كله بيعمل اللي عليه والتوفيق ده بيكون من عند ربنا. هسيب لك تحت في الديسكريبشن لينك جروب التليجرام وجروب الفيس لو حبيت تتابعنا عليه وكمان هسيب لك رقم الواتس بتاعي لو حبيت تسألني في اي حاجة وتستفسر على اي حاجة ان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. عايزك لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت تشير الفيديو لكل الناس عشان الكل يستفاد وعرف صحابك بالقناة عشان احنا ان شاء الله نستمر ونكمل باقي شرح المنهج لاخر السنة ان شاء الله. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. سلام.